حياكم الله أعزائي المتابعين في لعبة جديدة من تستحق الشراء. هذه اللعبة بصراحة شفتها على الستيم توبا نازلة في أكتوبر وأخذ ريفيو عالي، قلنا خلينا نلعبها. يعني بعض المرات يكون الجرافيكس مو كل شيء. هذا يا تلعب الشخصية، هذا جيف جيف بنت ناخذ جيف هذا نلعب فيه. خلينا نشوف اللعبة مع بعض. يعني حتى أظنها كلها 200 ميجا الجيم بس احنا ما هي بطالة، خلينا نشوف كل لعبة تطلع حلوة. هذه تحت الخريطة، يعني نخش الغرفة يا فوق يا يمين تحت، والماني فلوس صفر والحياة 8 من 8. وهنا السلاح حقي. ليه كذا؟ ليه كذا بالبداية؟ أنا صاحبكم. شكل البيبان ما تنفتح إلا لما إيش؟ أكثر وحوش في المرحلة. فوق في قلب، خلينا نشوف القلب. أوه البياع. كمل. أوه 200 حياة، غالي مرة غالي. إيش هذا؟ فلوس غالية. شوف إيش فيه هنا. هذا البياع كمان. 100. إيش فيها؟ أوه توب توب توب. الحياة حقي 8 من 8. طيب حلو، نطلع فوق نشوف ايش فيه. اوه مرة ترى صعبين. ايش هذا؟ فيران فيران، يعني اقتل الحوشة كبيرة الفارجي هذني. هو 5 من 8 نقصد 3 حياة. ابو حياة. المشكلة يموتوا يرموا عليك مدري ايش. وهذا هنا اظن ناخذه ايتم. نفتح شلن شكله. 40 ثانية عندي اعيش اظن. لا حقي تعبان، ابغى انا قوي. اخذت الايتم، اخذت فلوس والله كثير. grant you shield every 2 minutes that absorb 1 damage. طبعا شوف الايتم نزل تحت. هنا في شيء ولا بس كذا؟ فلوس تطلع فلوس بسم الله. طيب اظن خلينا نرجع البياعين. هنا كانوا في بياعين. If I knew someone was coming in. لا لا خلينا نروح للهيلث حقي. الهيلث حقي تعبان. خدتي ايوه. Be safe. كم صار في الهيلث؟ صار 10 بدل 8 لكنه 4 لسه ما تعدى والله انكم. لازم هذا ما عندي فلوس. تعال. او قلب حلو. 5 رجال الحياة. طيب ايش المفتاح؟ ذكرتني بزلدة. المفتاح هذا روح اقتل فيه الوحش الاخير. هذا هذا تدي فلوس. الفلوس لو تلاحظوا فيه. اوه قلب حلو حلو. 6 من 10. القلوب لو تلاحظوا الفلوس فيه ذهب وفضة. والله في قلوب. ذكرت من زلدة. حلو.
كلها ما راح غلقتها. شوفوا المربعات الملونة كاملة معناها غلقتها. تورطت تبغى قلب ولا شيء؟ اوه فلوس اخص. تورطت تبغى قلوب؟ كسر ولا يا قلب خس. اوف ايش هذا الوحش؟ ايش الوحش المفجر هذا؟ مفتاح الوحش الاخير شكله. اوف ما يموت صفر. انا شو خش عند الوحش. اوه هنا البوس. رجاء ايش فرصارة كبيرة هذا ولا ايش؟ ما في عدد الوحش عارف قديش بقي له. قتلنا. هذا اظن يودينا الدور اللي بعده. يودينا الدور اللي بعده. فين رحنا؟ فوق طلعنا. شوف شكله كيف مكتوب انه 8 شخصيات بس ما شفت الا شخصيتين. فيش كان رول. طيب ايش عندك؟ ولا يدوني يسووا لي فول هيل. قتلت الوحش الاخير يعني على الاقل يدوني فول هيل. مره بصعب اللعبه. طيب طوط مكان هذه بياعة. طيب ايش عندك؟ بوليت ترافلد فاستر. ممكن اشتري هذا. شانس تو بلوك انكمينج دامج وين يو هاف ليس ذان 100. خلي الطلقات تمشي بسرعة. يعني هذه اللعبة. قام يصعب. قام يصعب. قام يصعب. ايش هذا ما اخذته؟ هذا الطير لازم استناه تنزل يعني اطير له. هذا قلب قلب. هذا البوابه حقت البوس هنا لكن ما اقدر. لازم يجي المفتاح. في قلب هنا ولا هنا؟ السلاح الاهبل هذا بغيره. ايش هذا؟ ما في شيء ابجريد له. الدمج حقه 1 1 1 الضرر. اوه هنا في تشالنج. اوه ايوه المتخلفون.
بالله حق معفن. هذول مختفين ايش هذول؟ ايش حكايتهم؟ ايش الداني التاج انكريز يخلي الدمج حقه اعلى، يعني المفروض ما يصير واحد، المفروض اشوف البلاهات حقته. برضو واحد، يعني ايش استفدت يقولك زود الدمج؟ ولا قلب واحد، يعني كل هذا كسرنا بس خدنا فلوس. مجرم الفراشة. عندي فلوس ابغى اشتري. فراشات مزعجين مزعجين. تعورت. مفتاح فوق. نروح عند البوس ولا نحاول نشتري؟ انا ماني عارف فين البياعين راحوا. هنا في صندوق يمكن حصل لنا شيء مفيد. ايش هذا الايتم العين؟ يقول انه يخلي الرصاص يخترق الاعداء ما يوقف عندهم. اوف ايش هذا؟ هذا اللي ما يموت. ايش جاي وراي والله؟ سوى فيه فين وداني؟ وداني بداية المرحلة؟ حلو في بياعة صح؟ هنا في بياعة نشتري منها. If I knew someone was coming in. طيب هذا ايش تسوي؟ فول هيل بوم باينج اور بيكينج اب. هذا تسوي فول هيل. ممتاز. سويت لي فول هيل عشان اروح للبوس. حاسس اني حنفرش عنده. واو بسيط الوحش، توقعت اصعب من كذا. هذا الدور اللي بعده. فشايفين هذه اللعبه ما نعرف هل تستحق الشراء ولا لا. انا انصحكم نزلوا الديمو حقتها، يعني 25 ريال على هذه اللعبه انا اشوف انها ما تستاهل ولا تستحق الشراء بالنسبه لي انا. ما يعني ما حسيت فيها ساتسفاكشن شبع في اللعب. بس
نلقاكم في حلقة قادمة من هل تستحق الشراء. هذه المرحلة الجديدة، فلور الثالث وصلنا، وشكرا جزيلا.